الأخصائية في التنمية البشرية الأستاذة فدوى قبيسي. صباح الخير وأهلا وسهلا بك معنا مرة أخرى في إذاعة الشرق. أهلا بك زهور وصباح الخير لكل المستمعين الكرام. إذا نتحدث اليوم عن العنف المعنوي أو لا فيولونس مورال. أكيد مستمعاتنا مستمعين بإمكانهم المشاركة معنا على المباشر على 09 53 93 91 09 53 93 91. ما المقصود بهذا النوع من العنف مدام قبيسي؟ العنف اللفظي هو نوع من أنواع العنف النفسي مثل ما تفضلتي أو المعنوي، واللي هو يمكن نعرفه على أساس أنه سلوك يجمع مجموعة من التصرفات تكون متكررة وتكون متسمة بالقوة والإكراه والعدوانية ضد طرف آخر، وتكون في إطار علاقة قوة غير متكافئة، والهدف من هذا العنف هو إخضاع الطرف الآخر، إخضاع الضحية. نعم، إذن نتحدث اليوم طبعا عن هذا النوع من العنف المعنوي أو النفسي لا فيولونس مورال. كثير من الأزواج ربما لا يعون أثر هذا العنف على نفسية الآخر ويعتبرونه وكأنه شيء عادي في العلاقة الزوجية مدام فدوى. نعم، وهذا هو الأمر الخطير يعني في هذا المشكل، هو أنه ليس هناك إدراك ووعي لا من طرف المعنف ولا من طرف الضحية، مع أن الأثر مثل ما تفضلتي بيكون أثر طويل المدى وأثر نفسي غير واضح غير ملموس، غير يعني العنف الجسدي مثلا اللي كيخلي أثر واضحة للعيان، ولكن العنف اللفظي يترك أثر طويلة المدى وصعب يعني علاجها إلا ما كانش إدراك. ممكن نعرف أشكال هذا النوع من العنف النفسي أو العنف المعنوي فدوى؟ من بين أشكال العنف النفسي يكون أول شيء التحكم، وبما أن احنا كنهضروا على الخلية الصغرى للمجتمع اللي هي العائلة، في إطار الزواج كيكون يعني مثلا الزوج يتحكم كثيرا في الزوجة دياله، مثلا في اللبس ديالها، في طريقة كلامها، في سلوكها، في طريقة تربيتها لأبنائها، في طريقة إدارتها للبيت، وكل شيء بيكون يعني موضوع نقد. والعكس صحيح، يعني حتى ما نبين المستمعين أننا ربما ندافع أكثر عن المرأة، فكثير من الرجال أيضا ضحايا لهذا النوع. نعم، من التحكم من طرف الزوجة. نعم، التعنيف النفسي ليس حكرا على الرجال. هناك الكثير من النساء، وفي هذا الصدد يعني غادي نعطي واحد الإحصاء قامت به وزارة الداخلية الفرنسية، واللي قالت بأنه على غوسانس فالمينيستير غوسانسي 386,000 فيكتيم دو فيولونس، ومن بينهم 67% فقط نساء يعني والباقي رجال. فهذا ليس حكرا على الرجال، بل يعني ممكن يكون من كلا الطرفين. نعم، ربما لأنه في مجتمعاتنا الشرقية الرجل لا يرضى، وطبعا رجولته تمنعه أنه يقول أنه ضحية لهذا العنف، بينما المرأة يعني تعودنا بحكم التربية أنه هي ممكن أنها تشتكي من هذا العنف، لكن الرجل يخضع ولا يشتكي لأنه حفاظا على هذه الصورة، صورة الرجل الشرقي. نعم، هناك يعني مسألة عدم الشكوى، وهذا كذلك يعزز المشكل. نعم. لهذا المشكل كيتفاقم، لأن الشخص إنه دينونس با إنه كومينيك با سور سو تيب دو فيولونس، سواء كان رجل أو مرأة، لأن حتى النساء ولو أنه بطبيعتهم يتكلمون أكثر، ولكن كثير من النساء لا يتكلمون عن هذا الشكل من أشكال العنف، لأنه كيتصاحب مع واحد لو سنتيمون دو أونت، لأن العديد من النساء أكثر مما يمكن أن نتصور يكونوا نساء مستقلات ماديا، عندهم واحد المستوى فكري وثقافي، فكيحشموا يتكلموا على هذا النوع من أنواع العنف، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالعنف اللفظي، يعني يتعلق الأمر بالسب، بالشتم، بالإهانة. فالمرأة أو الرجل يعني ما كيكونش باستطاعتهم أنهم يكشفوا على هذه الحقيقة اللي كيعيشوها، واللي هي حقيقة مرأة، لأنهم يخافوا من نظرة الآخر اللي هو المجتمع. نعم. أولا كيخافوا من نظرة الآخر، وثانيا لفت أن الإنسان كيعيش هذا العنف هذا، فكيخليه شوية بحالة il développe un sentiment de doute. فكيقول واش الخطأ مني ولا الخطأ من الشخص الثاني. نعم، إذن نواصل معكم مستمعتنا مستمعينا. أظن معنا أول اتصال ناخذه على الهواء 09 53 93 91 91. ألو، صباح الخير. صباح النور مدام زهور، ومرحبا بكم وبضيفتك وبغي مونجون. يا أهلا وسهلا، تفضلي مدام راودة.
شكرا. أهلا وسهلا بكم. وأنا والله اللي حبيت نقوله هو يا مدام زهور راهو يعني العنف اللفظي أكثر من كل شيء. هو اللي أثر يعني في البشر وهو اللي أثر في بنادم. ومعناها ومن عشان أحكي بوغان كوبل مدام زهور أنا يظهر لي إلا بيش تخطر عليش الحياة الزوجية لو ما كانت احترام، لو ما كانت ثقة متبادلة، لو ما كانت معناها تمشي على الخط الصحيح. ما نوصلوش للفظ العنفي، ما معناها اللفظ العنف اللفظي. نعم العنف اللفظي، وما نوصلوش العنف الجسدي، وما نوصلش خاطر الى وصلوا ان كوبل للدرجه هذه. نعم سي ترو غاف مدام زهور. وكل شيء معناها يتحل بالمفاهم يعني بالسياسه، احنا نقولوا بالسياسه وكلمه الواحد معناها ينجم يوصل لاي حل مدام زهور. اما لكن يعني إيه لو وصلنا للدرجة هذه بعيد شر الراجل يقول والمرأة تقول لا لا. وما يقول لك حاجة مدام زهور راهي غلطة كبيرة في برشا ناس اللي يقول لك لا أنا ما معناها ما نتكلمش باش غيري ما يسمعش وما يشمتش فيا. وما لا لا لا، انت المتضررة، انت معناها يلزمك تنحى عليك القناع، انت تنحى عليك الجدار هذا نتاع السكوت اللي هو راجع بالمضرة ليك. نعم، إذا شكرا مدام رودة على الاتصال، وطبعا الله يخليك. شكرا إلى اللقاء. إذا فدوى مدام رودة طرحت مجموعة من النقاط، أكيد أساس الحياة الزوجية الناجحة هي الحوار، وطبعا عندما يكون هذا الحوار غائب ويحل محله هذا العنف المعنوي أو النفسي من خلال الكلمات، لأنه لما نقول عنف نفسي أو معنوي يعني لا يترك أثر، واللي ما يترك أثر هي الكلام الجارح. نعم، لأنه يترك أثر عميق، لكن مع الأسف لا يترك أثر طبعا جسدي. هو لا يترك أثر جسدي، بل يترك أثر نفسي ليكون أعمق من الأثر الجسدي، لأن الأثر الجسدي كي نعالجه، ولكن الأثر النفسي أولا خصنا ندركوه، وثانيا علاجه كيتطلب سنوات عديدة. مدام رودة تحدث على واحد النقطة مهمة اللي هي الاحترام في العلاقة الزوجية وفي كل العلاقات الإنسانية. الاحترام هو الأساس. احنا فاش كنتكلموا على العنف اللفظي، أنا جو فودغي سوليني كلكو شوز كو très important à mes yeux. لما كيكون خلاف بين الأزواج، هذا أمر عادي وارد، وكيكون كل واحد il défend sa position أو لا il défend ses idées. خلاف طبيعي يعني في الحياة الزوجية. نعم. فما نخلطوش مع la violence morale. La violence morale كتكون متسمة بالتكرار أولا، وثانيا كتكون دائما فيها عند كين واحد الطرف il est dominant و l'autre il est dominé، يعني كين une victime et un persécuteur، كين الضحية وكين المعنف، وهما دائما في نفس الأدوار، يعني ما يمكنش توازن. لهذا تحدث سابقا على علاقة قوة، ان رابور دو فورس نون اكيليبري، غير متكافئ، لأن واحد قوي وواحد ضعيف، واحد مسيطر وواحد خاضع. فنبغي نشير لهذه المسألة باش ما يوقعش خلط بأنه في أي خلاف أي كلمة تصدر يعني في حالة غضب نصنفوها في تحت يعني إذا طبعا هذه الكلمة اللي تصدر في حالة غضب هو شيء طبيعي، حتى نأكد طبعا المستمعات والمستمعين كل الأزواج أكيد يعيشوا هذه اللحظات، وربما هذا شيء طبيعي جدا في العلاقة الزوجية. لكن مثل ما قالت ضيفتنا مدام فدوى قبيسي، عندما تتكرر المسألة ويصبح هذا الكلام الجارح وكأنه عادة يوميا بدل من الكلمة الطيبة اللي ممكن أنها تبني العلاقة بين الزوجين، أكيد هنا يجب أن ندق ناقوس الخطر، ونعرف ربما أنه سوف تؤدي إلى مشاكل أخرى سنتوقف عندها في هذا الحوار. نأخذ اتصال جديد. ألو، صباح الخير. صباح الخير للأستاذة زهر. أهلا يا رضوان. لبس عليك يا أستاذة. الحمد لله، تفضل أخي. تحياتي ليك والسيدة الكريمة ومخرج الحلقة والمستمعين والمستمعات الكرام. شكرا يا أخي. نعم رضوان. أختي سيدتي الظهور، أنا موضع حساس وبغيتك تكرمي عليا، كنت معش بيه شوية الوقت. يلا تفضل رضوان، حتى ما ناخذوش وقت من المستمعين. انا رجعت عليا اجي تكلم لي ساعات. لا 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 لا، ما كان الاستاذ زهور مع ذاك المكان ديال السيده زهور وبس. الله يخليك، تفضل تفضل رضوان. استاذ زهور، هذه القضيه ديال العنف النفسي، احنا كأزواج كنعيشوا ضغوطات نفسيه واجتماعيه. وسميت وضغوطات نفسية واجتماعية داخل البيت ولا خارج البيت؟ نو خارج البيت، خارج البيت. خارج البيت ويمكن داخل البيت. والمسطرة القانونية، المسطرة القانونية لا في القضية المادية ولا في القضية ديال
ديال كيفاش 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 لا بريزونطاسيون ديال لا فام اون فرانس كتاثر في الارث الاجتماعي والثقافي والروحي والديني ديال 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 الانسان كي كنقولوا حنا الانسان الانسان العربي بصفه عامه. وهذه الخلفيه هذه كتخلق واحد النوع ديال الصدام والمستراقانية كتزجر الراجل وكتقزم كتقزم ذاك الرجوله ديالو بطريقه غير مباشره انه امام مسطره قانونيه. لان مراه انا لما راجل معين يمكن حدا الحب ولا الطريقه الحب ولا الطريقه ديال الحب ولا الطريقه ديال التعبير مع الازواج ديالنا الطريقه النفسيه كي كتهضر عليها يمكن في بعض الحالات كتقول شي كلمات ولا اشياء اللي كتجرح المراه. ولا كاين واحد الشرخ في لا بيرسوناليتي ديال لا فام داك المراه العربيه انها جات بواحد العقليه وهذه العقليه بغات انتيغرا وبغات انها تندمج وتاخذ نسخه التعامل ديال الرجل الفرنسي ولا الرجل كي كنقولوا الغربي بصفه عامه وما عرفاتش كي دير تحط راسها في الغربه لانها تغرب راسها واحد كانت في غربال ديال الحرير ولات كانت في غربال السلك وجات في غربال ديال الحرير ومصفي وبالتالي وقع واحد الشرق لان الراجل الراجل حس الاستاذ زهر بان الراجل حس بان ان الرجوله ديالو انه كي كان كيشوفها مع باه والمراه خصها تحطه في واحد القالب ولكن من جهه المسطره القانونيه وزجراته ولا كيمشي ذاك جوج لا بيرسوناليتي انه كيعرف بان لا خرج على الخطوط الحمراء هو الخاسر لا ماديا ولا اجتماعيا ولا اسريا وبالتالي ولا كيدير دوبل بيرسوناليتي. وهنا انا شنو كنقول فهاد كانسان متزوج ان الانسان يشد من العصا من الوسط لان الى كان الراجل مجرد كراكوز وما كانش عنده قيمته في وسط الاهل ديالو وما لان العنف النفسي شو أستاذ زهر العنف النفسي في واحد المسطره قانونيه وسيرته في فرنسا يمكن كيدي السجن لمده عام ولا عامين ان امراه يمكن لا بغات دير كي كنقولوا باللغه العربيه دير الشطه بالراجل لاسباب معينه لاسباب لان الراجل الزوجه استاذه ولا العلاقه الزوجيه ما بنياش على رجل بشكل ومرأة بشكل المرأة بتكوينها وذاك العلاقة الحميمية ولا وإنما هي تعدات هذه الخطوط لأن الرجل يمكن يفقد قدرة جنسية معينة يمكن المرأة تزوجت على قوة مالية ديال واحد الرجل بالتالي ولا فقير وبالتالي الحياة كتبدل عندها مراحل في الحياة الزوجية وأنا ذاك إلا ما كانتش فلسافة وهذا الشيء من حق المرأة ومن حق الراجل حتى الراجل لما كتكون مشكلة مع المرأة كيولي يتصرف معها بطريقة نفسية وأنه كنقول كيحرجها ولا يعني أنسى نوع من الأزواج اللي ربما يغلط ويخرج كلمات جارحة لكن سندم فيما بعد يا رضوان. بالفعل أستاذ زهر لأن هي في طبيعة أول وأخيرة أنها إنسان المرأة إنسان نعم لكن قل لي سمحني يعني حتى نكون غادين على الطريق الصح يعني هذا المشكل يعني تحس به مرة ولا دائما يعني كل مرة هذه لحظات الغضب تكثر في العلاقات الزوجية يا رضوان؟ لحظات الغضب انا كنشوفها بشكل طبيعي هي مساله طبيعيه حاله طبيعيه بين الأزواج. لا الغضب هو شيء طبيعي لكن ماذا نقوله في حاله الغضب هو اللي مش طبيعي لانه يمكن يجرح الطرف الاخر. نعم تقول اذا كانت المراه انها مزاجيه الطبع وانها انت فاهمها وعارف انك تحتوي الغضب في اطاره وكتخلي الموده والرحمه بينكما انك تقوم بواجباتها وانت تقوم بواجباتك تجاه هذه المرأة والأولاد أنا ذاك يبقى ذاك الغضب في محله كيتنسى يمكن في حالة غضب كديروا أونتخ بارونتيز ولكن إلا دخلت حالة الغضب وأنها تمردت عليك وسط البيت وتمردت عليك وتهدت هذاك هو البداية ديال الطلاق ولا البداية ديال العلاقة الغامضة التي لا تؤدي إلى خير. أكيد إذا مداخلة واضحة جدا طرحت مجموعة من النقاط رضوان. أكيد ضيفتنا الأخصائية في التنمية البشرية فدوى قبيسي ستعلق على هذه المداخلة اللي جات فيها كثير من النقاط المهمة لكن إذا سمحتم مستمعتنا مستمعينا بعد المحطة الإعلانية بعد حوالي 4 دقائق من الآن.
نعود إليكم مباشرة من إذاعة الشرق من باريس، برنامج وزافي لابارول، نتحدث عن العنف النفسي أو عن العنف المعنوي لا فيولونس مورال خاصة بين الزوجين. توقفنا عن مداخلة المستمع رضوان ضيفتنا هذا الصباح مدام فدوى قبيسي أخصائية في التنمية البشرية. تعقيبك وتعليقك على اتصال رضوان اللي فيه مجموعة كبيرة من النقاط اللي تحتاج أننا نناقشها مدام فدوى. نعم سير رضوان تطرق يعني للعلاقة الزوجية بمفهومها الشامل لأنه هضر على بزاف ديال النقاط، ولكن باش نبقاو مركزين على موضوعنا اليوم اللي هو العنف اللفظي، أنا كان بغي نتوجه لكل الرجال اللي كيسمعوا الحلقة اليوم أنهم اللي عندهم مفهوم الرجولة يعني عنده واحد لا ديفينيسيون بارتيكولير يعيدوا النظر فيها. شنو هي الرجولة بالنسبة لهم؟ واش الرجولة هي الصراخ؟ واش الرجولة هي يعني أنه يفرض السيطرة ديالو على واحد الإنسان آخر اللي هو المفروض يكون شريك حياته؟ أم الرجولة هي التعايش والتجانس وفي واحد في إطار واحد العلاقة اللي مبنية على الاحترام وعلى المودة والرحمة كما تطرق سردوان واللي كيكون فيها التفاهم؟ طبعا كما ذكرنا قبل الخلاف موجود وارد في العلاقة الزوجية وفي أي علاقة إنسانية، هذا أمر طبيعي لأن الشخصيات مختلفة عن بعضها البعض ولو فونكسيونمون دو لا فام ديفيرون دو فونكسيونمون دو لوم، ولكن هذا لا يمنع أن الإنسان يحترم بعضه. وحتى إلى صدر واحد الكلمة واحد اللفظ يمكن ما كانش في يعني في الإطار ديال جارح يقدر الإنسان أنه يعترف ويحاول ما يكررش، لأن العنف كيجي مع التكرار كما قلنا، ويلفو فيغ تريز اتونسيون لأن العنف اللفظي مع أنه ما كي يخليش آثار جسدية ولكن عنده واحد يعني كيمشي في التصاعدية فيتصاعد فيقدر يرجع عنف جسدي أو عنف جنسي. العنف الجنسي ممكن نتكلموا عليه في إطار العلاقة الزوجية، إنما يكون إكراه كيكون عنف. فرسالتي هو أنه الإنسان يولي يتذكر شوية المفاهيم ديال العلاقة ديال الزواج. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم، فالله سبحانه وتعالى احترم الإنسان، فلماذا الإنسان ما يحترمش الإنسان؟ وخلقنا باش نتزوجوا ويكون بيناتنا المودة والرحمة، ما يكونش بيناتنا واحد خاضع واحد مسيطر واحد قوي واحد ضعيف، لأن هذا الشيء كيأثر على الشخص اللي كيتعنف، ولكن في إطار الأسرة كيأثر كذلك على الأطفال وعلى التربية ديالهم. نعم تكلمنا على مفهوم الرجولة مدام فدوى، جو بونس يا بلوزيغ كا اون فو روبرودوير لو موديل دو بير، لو بير كي كري طول التان. هذا الموديل موجود يعني في العائلات الشرقية موجود بشكل كبير، يعني حتى نكون إعادة إنتاج هذا الموديل اللي هو الأب، لكن ربما الأمور تغيرت اليوم لأنه المرأة أصبحت تشتغل، أصبحت مستقلة أكثر، أصبحت طبعا تحس أنها في مساواة مع الرجل. فمفهوم الرجولة يعني احترام المرأة واحترام رغباتها والانتباه إلى طريقة التعامل مع هذا لا يقلل من الرجولة، بالعكس طبعا، لأنه هذا دليل على أن الرجل يحترم نفسه أولا وقبل كل شيء، لأن الإنسان اللي كيحترم نفسه كيقدر يحترم الآخر. هذا يعني مسألة طبيعية. سردوان ذكر على فرنسا ولو بيي دوريجين اتسيتيرا، حنا كنهضروا على الإنسان كإنسان بغض النظر على البلد ديالو ولا لي زوريجين ديالو ولا الثقافة ديالو ولا لا ريليجيون ديالو، حنا كنهضروا على الإنسان كإنسان دين دو ريسبي. طبعا لا ننفي أن هناك كثير من النساء اللي يستغلوا القوانين أيضا حتى يضعوا الرجل موضع أنه هو المجرم وهي الضحية. نعم لو احنا كنهضروا هنا على العنف اللفظي، العنف اللفظي صعب أنه الإنسان يبرهن عليه بدلائل واضحة وملموسة، مع العلم أن القانون لا يعترف إلا بالدلائل، فإذا ما كانش دليل ما يمكنش القانون يجي ويظلم أي شيء أي واحد. علاش القانون الفرنسي حط هذا المسطرة وهذا الأختي de loi concernant la violence morale, لأن la violence morale تكثرت، والمشكل أنه ما كاينش إحصائيات لأن صعب أن صعب الإثبات، لأن أولا الشخص المعنف كيكون في عزلة ما كيتكلمش على هذا المشكل، وثانيا ما كاينش دليل كما قلنا. ف مع أنه ما كاينش عقوبات لحد الآن، ما كاينش إحصائيات ديال العقوبات دارت في هذا الميدان هذا، وإنما هذا القانون جعل الأقل باش يأثر وباش يعطي واحد الاسم لواحد السلوك اللي هو غير عادي ويلنا باليو داتخ.
نعم. إذن طرقت لهذه النقطة حتى لا تكون دائما المرأة هي في موضع الضحية وأن الرجل هو الجلاد، يعني حتى نكون واضحين، لأنه جينا كثير من الاتصالات خارج الهواء، كثير من الرجال يعانون من هذا المشكل، أنه بعض النساء يستغلن القوانين الفرنسية أو القوانين الأوروبية بصفة عامة، نتكلم على فرنسا لأننا في فرنسا، لإدانة الرجل، وكثير من الرجال كانوا ضحية مع الأسف، لكن كان صعب أنهم يثبتوا أنهم ضحايا. نعم هذا صح، لأن لا مانيبيولاسيون أو العنف اللفظي يعني ليس حكرا كما قلنا قبل على الرجال، فكاين نساء أوسي دي فام مانيبيولاتريس اللي كيستغلوا القوانين باش يحطوا الرجل في واحد الموقف ضعف. نعم. وهذا يصب تماما في الموضوع ديالنا. طبعا علينا أن نفكر في الأسرة بالدرجة الأولى، وأكيد نبحث عن أسباب استقرار هذه الأسرة بدل من تشتتها. نأخذ اتصال جديد معنا على المباشر. ألو صباح الخير. ألو ألو ألو. إذن في انتظار أن يجهز الاتصال، إذن تحدثنا عن أسباب العنف النفسي أو العنف المعنوي، مظاهر هذا العنف، تطرقنا في بداية البرنامج عند التكرار، تكرار الكلام الجارح، تكرار تقليل من الآخر، من قيمة الآخر، ويعني بالنسبة للمرأة أو الرجل، حتى لا يقول المستمعين أننا نحن ندافع عن النساء، لأن سواء المرأة أو الرجل من خلال إحصائيات اللي اعتطيها مدام فدوى قبيسي في بداية البرنامج، هناك أيضا ضحايا من الرجال. نعم، ومظاهر العنف اللفظي كتكون بالإهانة، بالتقليل من القيمة ديال الإنسان، سواء يعني في إطار صغير اللي هو إطار الأسرة أو أمام الناس. On entend beaucoup de femmes qui disent à leur mari tu comprends rien, tu parles pas bien français. On a entendu ça hein, et ça vraiment ça crée des vrais problèmes de couple. هذه إهانة لشخصية الرجل، باش ما نقولوش للرجولة تقلل من رجولته، باش أصلا تقلل من شخصيته كإنسان. وهذا ما خصوش يكون، لأن المفروض أن العلاقة مبنية على الاحترام، والاحترام خصو يكون متبادل، إحنا ما كنطلبوش الاحترام غير من الرجل، خصو يكون متبادل. المرأة بدات هاي احترمت رجلها، رجلها غادي يحترمها. يعني ما يمكنش فاقد الشيء لا يعطيه، ما يمكنش نطلبو شي حاجة وحنا ما كنديروهاش. كاين إذن بعض المظاهر الأخرى هي العزلة اللي كتشكل يعني واحد العامل في سيكولوجية المعنف، أنه كيبغي يعزل هذاك على كيبغي يعزل هذاك الضحية ديالو. علاش؟ لأن المعنف كيظن بأن الضحية خصها تفكر بحاله، شخصيتها تكون بحال شخصية، وخصها تخمن توقعات ديال 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 المعنف بلا ما يشرحها لها. فلهذا كيطلب منها انها دائما تكون اون غارد افو كما نقولي، ودائما تكون مستعده انها تلبي له الرغبات ديالو. كنهضر على الضحيه، لهذا كنهضر بصيغه المذكر المؤنث، فوالا ما كنهضرش على ان الضحيه مراه فورسيمون. اذا نواصل مع اتصالاتكم على المباشر. الو صباح الخير. صباح الخير الأخت زهور. يا أهلا وسهلا، الاسم الكريم؟ علي. علي. صباح الخير للأستاذة الكريمة. تفضل علي، مرحبا بك أخي. نعم. الله يسلمك. شوفي الأخت زهور، سمعتك تكلمتي على الرجل الشرقي. جي لامبريسيون كو يعني اون اكوز طول طون الرجل الشرقي بلا فيولونس. الاستاذه الكريمه نظن يكون عندها احصائيات باللي يعني احنا عايشين في فرنسا، لا فيولونس كونجوغال ان فرانس، جو بونس كو يعني الي فات بار بوكو بلوس دو فرونسي دو سو جونتر غيمي كو بار الرجل الشرقي. ربما كان هناك سوء تفاهم يا علي فقط، لأنه إحنا بالعكس قلنا أنه الرجل الشرقي أحيانا يكون ضحية، لكن لأنه يحشم، لأنه إلى أنت ما يبينش أنه ضحية، فلهذا يبين دائما أنه المرأة هي الضحية. ربما كان هناك سوء تفاهم يا علي. لا بس يعني أندور يعني أندور نظرا نتاع اليوم، يعني حتى في يعني عند في الأفكار اللي عند الناس، يعني الرجل الشرقي هو أكثر فيولونس كو الرجل الغربي. alors que يعني الإحصائيات هنا في فرنسا لا فيولونس كونجوغال، صحيح الرجل الغربي هو أكثر فيولون لا فيولونس بكل أنواعها، يعني فيربال ولا فيزيك ولا الرجل الغربي أكثر أكثر فيولونس كالرجل الشرقي. لا طبعا لا، احنا طبعا نحترم كل الاراء، لكن قل لي يا علي انت بالنسبه لك العنف النفسي يعني هل هو موجود ام لا، هل هي حقيقه ام طبعا نحن نتحدث من فراغ؟ مانيش يعني مانيش نقول باللي ماشي حقيقه،
يعني الإحصائيات اللي عندنا يعني أنت تبرر الرجل الشرقي، وطبعا هذا صحيح لأننا حسب الإحصائيات، لكن بما أننا نتوجه إلى جالية عربية كبيرة فنحن نحاول دائما أن نركز على الثقافة العربية وعلى العقلية العربية. لما نقول الرجل الشرقي كما أننا نقول المرأة العربية التي طبعا تستغل القوانين أحيانا لتدين الرجل ولو عن الخطأ. نعم، ولكن انا يعني المعنى من المكالمه تاعي الرجل الشرقي اللي با سي موفيكسان، هذا يعني الفكره اللي بغيت باسكو كاين يعني دي بريجوجي علينا بزاف. دونك الرجل الشرقي ني با اوسي فيولون، سي ان سوجي تري تري امبورطون، ني با بلو فيولون كو كاتاطوت. نوعدك علي اننا اون فا فير اون ايميسيون سور لي بريجوجي سور لوم اورينتال دون سيت ايميسيون، جيسبر كو فو سري parmi les premiers intervenants. Je vous promets. فدوى سي علي، اعطيت واحد الاحصائيات في بدايه الحلقه نعيدها، يعني انه حكيت بان الوزاره ديال وزاره الداخليه الفرنسيه عملت احصاء على الساكنه الفرنسيه بغض النظر عن يعني لي زوريجين ديالها، واش فرنسيين دو سوش كما تفضلتي ولا دي زيترونجي اونتر غيمي. ولقات بانه كما قلت قبيله 386 الف ضحيه ديال لا فيولونس، ومنهم 67% نساء، يعني كيبقى 33% من الضحايا رجال. وشرحنا قبيله بان نحن كنهضروا على الانسان بصفه عامه، ما كنهضروش على الرجل الشرقي او لا الرجل الفرنسي، حنا كنهضروا على الانسان بصفه عامة، وخدينا امثلة بالقوانين الفرنسية بحكم اننا ساكنين فرنسا وبغينا الاستفادة يعني تكون عامة. فهمتك فمثل ما الله يخليك غير نكمل لك الفكرة، انت تفضلت وقلت هادو سو سون دي بريجوجي، هذه احكام مسبقة، احنا اون بو با شانجي لو موند، ولكن نقدروا نغيروا غير في الاطار ديالنا ولو واحد الشيء صغير. الى كل رجل شرقي حس بانه كاين هاد لي بريجوجي تعامل بطريقة عادية بما يمليه عليه يعني ضميره اخلاقه تربيته، فهو غادي يغير الفكرة ديال هذا الرجل الشرقي شيئا فشيئا. ميمكنش نغيره كل شيء مرة واحدة، لأنه فعلا كين اعتقادات، كين دي كخويانس، كين دي بريجوجي، ولكن يمكن أن الإنسان على الأقل حاول يطور من نفسه، يحسن يعني لا كومينيكاسيون ديالو مع الناس اللي عايشين معاه حواليه، سواء كان في الأسرة أو لا في العمل أو لا في لو ريزو سوسيال ديالو يعني مع الأصدقاء، فهذا غادي يخلي التغيير يعني تغيير يجيب تغيير حتى وصلوا لواحد النتيجه تكون مشرفه للجميع. نعم. ان شاء الله. طبعا سواء شكرا علي، سواء تعلق الامر بالمراه او الرجل، كلنا فينا عيوب، كلنا طبعا مجموعه عيوب، لكن الانسان الذكي هو اللي يعرف يصلح هذه العيوب مدى الفدوى قبيسه، وهذا ربما المقصود من التنميه البشريه، وهذا المقصود من موضوعنا اليوم، انه الانسان يصحح بعض اخطائه ليرقى الى مستوى المطلوب اللي يعيش فيه في حب وفي سلام. اذا يقول للمخرج عندنا محطه إعلانية ونخلي لك الكلمة مباشرة بعدها بعد حوالي نصف دقيقة. أكيد هناك فرق بين كلام وكلام، هناك كلام يرفع المعنويات وكلام يكسر الإنسان، كلام يعطي الإنسان حافز على الأمل وعلى المواصلة، وكلام ربما يؤثر ويجرح ويعني يزيل الإنسانية من هذا الإنسان. ننتبه إذن إلى كلامنا، ننتبه إلى تصرفاتنا مع الآخر، خاصة عندما يتعلق الأمر بأقرب الناس إلينا اللي هم الأزواج والأبناء. إذن خلي لك تعقيب، طبعا توقفنا عند نقطة مهمة قبل المحطة الإعلانية. نعم، اللي نبغي نشير له هو أنه مثل ما تفضلتي هذا المشكل هذا ما كيأثرش غير على الضحية في حد ذاتها، ولكن كيأثر على المجتمع بصفة عامة، والكلام يعني كيخلي واحد الأثر يقدر يؤدي حتى الاكتئاب النفسي. فلنتصور أنه في يعني لبيليه ديال الأسرة اللي هو الأم مثلا يكون عندها اكتئاب نفسي أو قلق نفسي، فأكيد بأن حتى الأولاد ديالها غادي يتأثروا. بعض الأحيان الفو با مينيميزي اون فيت لا لامبورطونس ديال هذا الموضوع اللي احنا كنطرقوا له اليوم، لان لا فيولونس مورال كتقدر تؤدي بعض الاحيان، وهادو يعني الدراسات هما اللي تبتوه، حتى الانتحار من طرف الضحيه، لانه لما كيكون الضغط عليها كثير، ضغط العمل، ضغط الحياه اليوميه، وكيفاش كتكون في البيت ديالها اوليو دو روتروفي ليكيليبر لارموني ان بو دو روبو، ال روتروف سا بتيت فامي، كتلقى راسها فاس ا ان بورو
ان تيران اللي كيقول لها كلام كيهينها كلام كيجرحها اللي كيعزلها اللي كيسبب لها في اضطرابات نفسيه والعكس صحيح طبعا تتكلمي بصيغه المذكر لكن طبعا المعنى للمراه والرجل على حد سواء على الضحيه مؤنث ولكن الضحيه ممكن تكون رجل او ممكن تكون مراه انا كنتكلم على الضحيه الانسان كيف ما كان يعني جنسه ويقدر يكون حتى الاطفال لان بعض الاحيان الاطفال كيكونوا ضحايا العنف اللفظي من طرف والديهم عن غير قصد طبعا. طبعا في بداية البرنامج المستمع رضوان تحدث عن الضغوط اللي يعيشها الإنسان أكيد كلنا نعيش ضغوط خارج البيت ليس هذا سببا في أننا نفجرها داخل البيت عن طريق عنف مع أبنائنا أو مع أزواجنا. عندما نتحدث عن العنف المعنوي أو لا فيولونس مورال أكيد إحنا اليوم ركزنا على الزوجين لأنه موضوع طويل وشائك إذا تكلمنا مثلا عن العمل الموظف اللي يتعرض لهذا الكلام اللي يقلل من قيمته أكيد يدفعه إلى قلة الإنتاجية ويخليه يشك في قدراته إذا تحدثنا عن الطفل نفس الشيء إذا الطفل قلنا له كلام دائما يقلل من قيمته فإحنا نشك في ثقته في نفسه هذا موضوع شائك جدا وفضل أنه كل مرة نتوقف عند مجال خاص اليوم نتحدث عن الزوجين كيف نعالج هذا المشكل إذا كان موجود أكيد هناك علاج العلاج موجود ولكن العلاج كيكون شريطة أن الشخص يكون مدرك أنه عنده مرض يعترف نعم الوعي يعني يعترف بينه وبين نفسه وقبل الاعتراف خاص يكون الإدراك لأن المشكل اللي واقع في هذا المشكل هذا أنه ما مش خاص إن يبا دو سامبتوم غيال أنا غنتكلم دابا على العنف اللفظي من ناحية نفسية الشخص اللي كيكون كيمارس هذا العنف اللفظي كيكون عنده عادة واحد نظرة دونية لنفسه وكيكون عنده فراغ عاطفي فباش كي لأنه ما عندوش ثقة في نفسه ما عندوش تقدير للذات دياله فشنو كيدير كي يتخيل أنه بالصراخ بالسيطرة على الآخر فهو كيفرض شخصيته وهذا خطأ فلهذا كنقول ما كاينش وعي بهذا المرض المشكل هو أن الضحية quand elle subit régulièrement ça atteint son intégrité humaine وكيأدي بها يا إما الاضطراب النفسي يا إما القلق النفسي ويا إما الاكتئاب والاكتئاب شنو هو في حد ذاته هو الغضب تجاه الذات لأن الشخص الضحية ما كيعرفش راسه واش الخطأ منه ولا الخطأ من الآخر كيولي عنده واحد زعزعة في الأفكار دياله وكيولي كيعيش في مشاعر سلبية وأفكار سلبية من بينها لا كولير من بينها لا تريستيس من بينها لا كولبابيليتي موربيد أو لا أونت وفاش كيكون هذا التضارب ديال هذه المشاعر السلبية كيخلي الإنسان يعيش واحد الدوامة ديال الأفكار السلبية واللي بغيت نشير له كذلك قبل ما نطرقوا للعلاج إلا سمحتي لي سيدة سهور هو أنه العنف اللفظي كيكون على شكل واحد الحلقة كيجي فيها أربع مراحل المرحلة الأولى هي الهجوم في وقت غير متوقع في ظرف غير متوقع وفي مكان غير متوقع وهذه ça fait partie de la psychologie en fait du tyran أنه il n'est pas prédictible on va dire غير متوقع voilà وكان من بعدها كيجي الصراخ السب الشتم وكذا ومن بعدها كيجي الاعتذار ومن بعد الاعتذار كتجي مرحلة رابعة اللي هي كنسميوها شهر العسل شهر العسل أن المعنف كيكون أوبتيسوا ديال الضحية دياله يعني لو بارادوكس كي اكزيست انترو لي دو بروميير زيتاب لي دو ديرنيير هو اللي كيخلي الضحية ما عارفاش راسها فين تتموقع يعني والغلطة فين كاين كتشوف واحد الإنسان كيعنفها ومن بعد كتشوفو إلي أسيبتيسوا فما كتفهمش فنرجع للعلاج العلاج إلا كان الشخص مثلا إلا كانوا المستمعين اللي سمعونا ils se sont identifiés à l'un ou à l'autre soit le معنف soit الضحيه فبالنسبه للمعنف الا كان درك بانه عنده هذا المشكل فهذا سي ان باجيون اول طريق في العلاج اول خطوه وخطوه كبيره في العلاج ثانيا العلاج من هذا المشكل فو با لو مينيميزي سا باس بار اون ثيرابي il faut contacter les spécialistes باش لان هذا المرض ما كيتعالجش بوحده ماشي يعني بانه يقرا كتب ديال التنميه البشريه ولا يحاول يعني غير بينه وبين نفسه لان المشكل هو اعمق بكثير مما ممكن نصوره كما هدرت قبيله المشكل كيتعلق بتقدير الذات بالنظره للذات والى غير ذلك يعني المعنف سي بلو فور كو لوي هو حب تكون الاسره مستقره لكن ما قدرش يسيطر على تصرفاته وما حاسش اصلا بان السلوك ديالو خاطئ
أو السلوك ديالو ماشي عادل، يعني ما فيهش العدل لأنه دائما هو في مرتبة قوة. بالنسبة للأشخاص اللي ممكن يكونوا لقاو دي سيميليتود مع الحياة اللي كيعيشوها ولقاو بأنهم يسون بلوس في الرول ديال لا فيكتيم، أول شيء الواحد خصو يقوم به هو أنه يخرج من العزلة، يتكلم على هذا المشكل. إذا ما قدرتش الضحية تتكلم مع مثلا الناس من المحيط ديالها الأسري ولا الأصدقاء ديالها، il y a des institutions qui sont spécialisées في هذا المشكل هذا. il y a un numéro vert en France le 3919 اللي au bout du fil il y a des gens qui vous écoutent en fait ou اللي qui vous orientent vers soit un spécialiste مثلا un thérapeute ou là un psychologue ou là il renvoie vers un médecin parce que parfois le corps il subit il y a des maladies psychosomatiques qui sont liées à ça ou là ils orientent vers un avocat, un juriste, la police, حسب le degré, حسب درجة يعني التعنيف. فالإنسان يخرج من العزلة ديالو ويخرج من العزلة ديالو كذلك في إطار اجتماعي، يعني وخا مثلا هذه المشكلة عزلك على الأصدقاء ديالك ما بقيتش كتصل بهم ولا على الأهل ديالك، لا بأس أنك تعيد يعني تربط العلاقات ديالك وتخرج من هذه العزلة وتأكدوا بأن هذا المشكل ما كيتعالجش بوحده. نتمنى أول حوار يكون بين الزوجين يعني قبل أن نصل إلى طرف آخر خارج طبعا كما قلتي مدام فدوى قبيسي حسب درجات المعاناة اللي يعيشها الشخص سواء الضحية أو المعنف. نأخذ اتصال جديد على المباشر. ألو صباح الخير. ألو صباح الخير أستاذ. صباح النور. أنا سعاد من كابوفانتريز. أهلا سعاد تفضلي مرحبا. بغيت نتكلم على الموضوع بالنسبة للزوجين اللي كتكون يعني اللي كيكون مسيطر عليه كتير بالنسبة للزوجة مثلا يعني كتكون هي على حسب الشخصية. نعم. إلا هي بينت واحد الشخصية ضعيفة يعني كتخلي فرصة لها الزوج يضغط 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 كتير، وإلا هي كانت شخصيتها كتيرة وتصرف بهدوء وبعقلانية وترتب وتعمل واحد ترتيب لحياتها نهايتها غتنتصر عليه. نعم. مثلا بالنسبه ليا انا فاش كنت هذه من فترات كان عندي واحد الراجل يعني بحكم انه كوميرسون وعنده دي بيرسونيل يعني شديد لا في طبعه ولا مع الناس ولا معروف عليه يعني المهم كيجي انا في البدايه كان كيجي انا بغى يبدي في تصرع يعني ديك الرجوله هذا كان اما نجاوبو بهدوء ولا قال هذاك مطنش ما سمعكش يعني ما كنخليه كيبغي يضرب السقف وينزل لان ما عندوش جواب. المهم ملي شاد هذاك التصرف ديالو هو في نفس الوقت جيت نشوف هو ضعف يعني شخصيته راه ما دارك انه تيجي تلعب ديالك كنحس بواحد الضعف عنده في شخصيته. شفت في الاخر هو ما غاديش يعني طبعه يمكن هو هكاك وغادي يتغير ما يتغيرش كيف انا حلي واحد يعني ما عندي صحاباتي ما قطعش انا على عندي صحاباتي وقطعي صحاباتي العلاقات مع الناس هي هكا ويني ماشي يعني ما بيش عليه واحد انهزام ولا بلاد. قلت حلي الواحد رجعت كان نتابع الدراسة ديالي في ميدان التمريض وداك الشيء كان دارا وهي هذه دي ميدان وفي واحد ميدان اخر واسع ما رحت فيه يعني هو ما بقاش كان سمع لكام ولا يعني هو بحقيقة يشوفي حلا شو يحتار اش من تصرفه في عملية رغم ذاك يقول الناس كلها مشاكل وانت عندك لا في بال يعني انا ما كان ما كان عندك لا عصبية ولا تنرفز واش هذا بعض المرات يلقى شي حاجة نضحك عليها ولا بعض المرات نعطيه واحد جواب اللي بقى كيدير عم استفهام ما فهمش الا لاخر مرة راه ما كملت دراستي وكلشي كان نيت شد شد بعيد جات فرصة وجات عنده هو مشاكل عائلية خاصة كثير كثير داكشي ما غاديش يخليني انا نتفرغ بالدراسة ديالي. نعم. يعني المهم انايا جاتني فرصة لقيت سكنة جاهزة هي ديك تيشوف كل واحد غادي يعيش في دارو انت غتبقى هنايا وغتبقى العلاقة هي فعلا وبقات علاقة إلى يومنا هذا. يعني تفارقتوا سعاد؟ لا تفارقنا تفارقنا لأن ظروف كثيرة مشاكل كثيرة بالنسبة للعائلة إذن يعني. نعم إذا طبعا سنعود حتى نختم البرنامج مع اتصال سعاد. شكرا كثير يا سعاد على الاتصال. سامحينا طبعا عنا محطة إعلانية مش بالكلام تملك عيني وقلبي وتخليني أحبك لا ممكن
ممكن بكلمة حلوة أننا نحتوي الآخر وطبعا نعيش بسلام. نخلي الكلمة الأخيرة لضيفتنا مدام فدوى قبيسي الأخصائية في التنمية البشرية. شكرا زهور. ككلمة أخيرة بغيت نقول بأنه هذا المشكل هذا هو مشكل حقيقي، لدرجة أن منظمة الأمم المتحدة دارت واحد اليوم عالمي لمحاربة العنف المعنوي والعنف بشكل عام يعني ضد النساء وهو يوم 25 نوفمبر، واللي كدير فيه حملات توعية. فلا بأس أن الإنسان يراجع نفسه مرة ويشوف إذا كان كيغلط في حق الشريك ديالو، فلا بأس أنه يصلح نفسه، لأنه فاش غيصلح نفسه ما كيديرش ما كيعطيش هدية بس لهذاك الشخص الضحية، ولكن هو كيعطي هدية لنفسه أولا وقبل كل شيء، لأن il vit en alignement avec ses principes وكيعيش في هدوء وكيعيش في راحة. وحتى غادي نعطي مرجع ديني كنقولوا لا تكون فضا غليظ القلب، لأنه الفضاضة ويعني القسوة والشدة في التعامل كتخلي الناس اللي حواليك ينفروا منك. وناخذ المثال ديال آخر انترفنسيون ديال السيدة السعاد اللي قالت بأنه في الأخير يعني تفارقت مع رجلها. المشكل هو أنه فاش كيكثر العنف الحل الوحيد كيولي هو لا سيباراسيون، هو لا فويت. يعني جات مجموعه من العبارات مثل انتصرت عليه، يعني وكانه معركه تحولت العلاقه الزوجيه الى حرب. نعم في حلبه صراع. الزواج هو ماشي حلبه صراع، الزواج هو علاقه مبنيه على الحب وعلى الموده وعلى الاحترام، باش حتى هاد الاشياء الجميله يعني نوفروها لدوك الوليدات اللي غنجيبوهم لهاد العالم واللي هما ما طلبوا حتى شي حاجه. فياريت ان الناس يراجعوا نفسهم. نعم. سواء النساء او الرجال، ويريد أن الإنسان يحاول يطور من يعني طريقة كلامه ويصلحها ويحاول يحافظ على الألفاظ دياله خصوصا تجاه الشريك. أكيد ليس من الخطأ أن تكون عندنا عيوب، لكن الخطأ أننا لا نفكر في إصلاح هذه العيوب حتى نرقى إلى مستوى الأباء والأمهات والأزواج والزوجات. شكرا مدام فدوى قبيسي الأخصائية في التنمية البشرية. شكرا لغيمون جوان على إخراج هذا العدد. أعود وألقاكم غدا إن شاء الله. غدا الأربعاء موضوعنا مون انفون ا دو مال ا سو فير دي زامي، سي لو تيم كون فا ديسكوتي انسامبل.